لكن في كل هذه الأخبار وكل هذه المتابعات أيضا النشاط الرياضي والألعاب الأخرى بالنادي الأهلي تستعد للموسم الجديد. ويمكن سيدات طايرة الأهلي بيبدأ مرحلة الإعداد للموسم الجديد السبت المهم جدا. وأنا بتكلم على سيدات طايرة الأهلي وإنجازاتهم خلال هذا الموسم، حققوا إنجازات جيدة جدا، فازوا بالبطولة الأفريقية، فازوا بالبطولة العربية، فازوا بالدوري والكأس، جمعوا كل الألقاب وفازوا بكل الألقاب في البطولات التي شاركوا فيها خلال هذا الموسم. ويمكن طايرة الأهلي وسيدات طايرة الأهلي تحت قيادة الكابتن حمدي الصافي هيبدأ بإذن الله يوم السبت مرحلة الإعداد استعدادا للموسم الجديد، ويسعى الجهاز الفني بقيادة الكابتن حمدي الصافي لوضع خطة الفريق من أجل حصد البطولات كما حدث في الموسم الماضي. في ظل أنك فايز ببطولات كثيرة وعديدة خلال الفترة الماضية، عشان تحافظ على هذه الألقاب وأنك تفضل على القمة بتبقى الأمور صعبة جدا. فبالتالي الجهاز الفني بقيادة الكابتن حمدي الصافي فكر أنه يستعد مبكرا ويبدأ مرحلة الإعداد من السبت القادم، في ظل أن الموسم المتعلق بالكرة الطائرة سيدات يعني بينطلق على الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر أو أوائل شهر أكتوبر، فأمامه مساحة من الوقت بتتراوح من 3 إلى 4 أشهر استعدادا للموسم الجديد. كان تم التجديد لعدد من اللاعبات وتم التعاقد مع لاعبات أخريات من أندية أخرى لتدعيم صفوف الفريق، في ظل أن الأهلي والكابتن حمدي الصافي حريص على أنه يحافظ على الألقاب الأربعة والبطولات الأربعة. وفي الصورة قدامنا طبعا دي إحدى البطولات اللي فاز بها الأهلي، يعني كانت بطولة كبيرة جدا، وشفنا مباريات مهمة جدا سواء في الدوري والكأس والبطولة العربية والأفريقية. الشغل على قدم وساق في النشاط الرياضي وفي الألعاب الأخرى وأيضا فريق كرة القدم استعدادا للموسم الجديد، لأن دايما الأهلي بيستعد للمراحل القادمة، بيقفل الصفحة وبيستعد للموسم القادم بعد الفوز بالبطولات عشان يقدر يستمر ويكون متواجد في المركز الأول. طيب محتاجين دلوقتي نخرج إلى فاصل، ثم نعاود الحديث بعد الفاصل عن أخبار منتخبنا الوطني والاستعداد لكأس العالم والعديد والعديد من الأخبار سواء المحلية أو حتى العربية والمباريات كأس العالم، إنه هو الحدث الأبرز في هذه اللحظات مباريات كأس العالم التي تقام في روسيا وبدأت في منتصف هذا الشهر وتستمر حتى الشهر القادم. نخرج إلى فاصل ثم نعاود الحديث بعد الفاصل.